هذا الذي لا يحافظ على الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة يعني من الرجال طبعا، فهذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، لأن شرط المحبة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مسلما ويمسي كافر، نسأل عافية السلام. وأنت تسمع في هذه الأيام فرق ضالة تظهر في ساعات، تظهر فرقة ضالة ثم أخرى ثم فرقة ثم كذا، انقلابات، مظاهرات، قتل، أخذ أموال، لا تدري يعني لا يدري هذا المقتول فيما قتل أصلا. إذن أولا التعرف على الله سبحانه وتعالى، توحيد الإخلاص، ثانيا السير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تتكلم بكلمة واحدة إلا ولابد تحسب لها مليون حساب،